هذه دورة مختصرة في علم التجويد، أردت أن أذكر المبادئ باختصار شديد وأن أجعلها كمدخل لمن يريد أن يدرس هذا العلم. فهي دورة ستفيد المبتدئين والمنتهين لمن أراد المراجعة على أحكام التجويد، أحكام الميم الساكنة وأحكام النون والميم المشددتين وأحكام اللمات السواكن وأحكام المتقاربين والمثلين والمتجانسين وأحكام المدود وغير ذلك من المقدمات المهمة في علم التجويد. أخوكم حسن مصطفى الوراقي.